مجلس قضاء تيزي وزو أن وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة، تعلم الرأي العام أنه خلال شهر أبريل الماضي تقدم حوالي 64 مواطنا من سكان قرية أيت عبد المؤمن ببلدية تيزين 3 بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني بوضية ضد مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى حركة الماك الإرهابية، قاموا بالإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتدنيس المصحف الشريف وسب الدين والدولة والتهديد بقتل إمام المسجد وحرق بيت الله والإساءة والقذف في حق المصليات من نساء القرية وتهديد بتصفية المصلين، وذلك عن طريق صفحة الفيسبوك ماسي نساء أيت عبد المؤمن. وكذا ذر كان وينك دي ضارون دي ثمور تقبيلي تيارث الشيوان تدرت نثاب ذا المؤمن ذري غيال الدين وذي مسخن ثذرين زيح مشاكين لا أسميث ظلم غف تحسيرين مازال ثلا النية ما تسورة تغير ذماوين تذنو مغذي الجوامع ولي أندو يذسن غالا ما تسيد تضرب بيدي في كان الديانات نكف ذري غسن سل جمنات ورومينا سويني ديفكا ولا غفو سنة قجارين اكتدون ذي القاعة